سالي، برحلة تأمل وصلات على مقامات شرقية هي البداية اللي اخترناها لصباحنا بأول تاريخ عم يتسجل بعام 2019. قوة الصوت الأوبرالي لم تمحي روحانيته يلي رنمت المحبة والسلام لتصل لبواب السماء ب 2018 متحدون بالصلاة أمسية لامست الروح تحت قبة كاتدرائية النبي الياس بمدينة حلب ودمشق. بقيت العشق يلي ترجموا صوته بعنفوان. جابرييل عبد النور ضيفنا الأول بصباحنا الأول بسنتنا الجديدة، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد جابرييل، صباحكم كل عام وانتم بخير. ميسان وسالي، وكل عام انتم بخير، انتم والمشاهدين كلهم اللي عم بيشاهدونا هلا، وكمان جاك صباح. يسعد صباحك جاك، كمان صباح العازف اللي بيرافقك على قانون. يسعد صباحك. اكيد يسعد صباحك مره ثانيه من الشام، من قلب دمشق، من هالحارات العتيقه القديمه بدنا نرحب فيك عنا بسوريا. اكيد نورت صباحنا جابرييل بصوتك الدافئ والحنون، واكيد كل الترحيب لك جاك، اهلا وسهلا فيكم. بدايه جابرييل، بدنا نحكي عن الغناء الأوبرالي يلي، أو خفينا نقول الشرقي والتجويد، هالمزيج الحلو المتكامل، خلينا نحكي عنه. شو أضاف لجابرييل عبد النور؟ أضاف لألي خط بيشبهني، أضاف لألي هوية فنية، عم بحاول أو حاولت من أول ما بلشت أني طورها وأني غوص فيها بكل أبعادها التقنية وكل أبعادها العلمية. ما حسيت حالي يعني صرت منتمي لمدرسة سبقت من هالرموز الكبار، لأنه أثروا هني بكتار، وكتار هلأ امتداد لألهم يمكن بيقلدون أو بيغنولون أغنيون. أنا حبيت أنه اشتغل على خط خاص فيي بيشبهني أكتر من ناحية اختيارات النصوص والكلمات والأغاني، اللي معظمها اللي أنا أديتها أخذت طابع ثقافي كتير، أخذت طابع رسمي، وأخذت طابع ما ورائي وصوفي أيضا، بدءا من ألبوم العربي الأول جبران خليل جبران لهلأ الخامس اللي عم نشتغل عليه اللي هو ألبوم في الشعر الصوفي. نعم جابرييل، يعني حكينا عن المزيج بالغناء يلي انت بتقوم فيه. يعني هلا حاليا احنا قاعدين بالشام القديمه، والشام لها مكانه خاصه يمكن بقلبك، وايضا لبعض المدن مثل مدينه حلب. اليوم وقت انت بتغني بهيك اماكن انت لها مكانه بقلبك، قديش هذا الشيء بينعكس بشكل ايجابي عليك؟ كثير بيعطيك اضافه، يعني هو المغنى مش بس تقنية صوتية ومش بس انك تغني صح، المغنى بالنسبة لي هو حالة، يا بدي عيشها يا بحس سقطت اذا ما قدرت عيشها، وتحدي اني عيشها خاصة مع المتلقي، يعني نحن سوا نقدر نطلع طلوع اكتر، يعني سهل انه نركب طبلة ونحرك جسد، صحيح، بس انه نروح بمعاني كبيرة عميقة بتخاطب الإنسان لأي مطرح انتمى، بتخاطب الكونية، بتخاطب السلام، بتخاطب الأرض، هيدي معاني بالنسبة لي لما بعيشها أنا والمتلقي بحفلاتي، وبنطلع سوا لمطرح تاني برات الزمن خلال هيدي الساعة أو هالساعة ونص، هو بيكون الانتصار لي. فطبعا دمشق بتعطيني هيدي الإضافات. لهيك من الشهر الماضي كان عندي إصرار أنه ألبومي الصوفي قدم جزء الأكبر منه لأول مرة من قصر العظم في دمشق، لأنه المطرح بيوحي كتير، المطرح كتير له هوية، وأنا بظلال الجامع الأموي، وهيدي بحد ذاتها إضافة. يعني أنا عندي عطول شعور وعطول بقول أني وين إنه إذا ربنا الحالة الروحانية، أول شيء بده يطلع هيك من فوق تمام علينا، تمام، يمكن بيشوف هون الجامع الأموي محل حلو هيدا هالمطرح بدمشق. جابرييل مع هالحالة الروحانية اللي عم تحكي فيها يلي بتشكل لك شيء معين داخلك لتقدر تبدع بصوتك الدافئ، خلينا نسمع شيء. رح نغني لك أني الشام، أغنية من ألحاني وأيضاً صورتها بالشام القديمة من حوالي سنتين على طريقة الفيديو كليب،
وكلمات الشاعرة الصديقة السورية سهام الشعشع. أكيد. نعم. تفضل. مطر والشام على الشرفة ويغازل ليلى جدائنها شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غرتها يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي لك أني كأني الشام لكأني الشام ولم تعلم أن كل ثماري تفتحها تتقمص في والشام فراش مصابيح والشام التوت البري والشام ظلال ملائكة بمجرة ضي وتؤانس وحشة أرواحي أرواح الكون المنسي وتهز أسرة غربتنا بصلاة نبي سلام هالصوت. شكرا كثير لك. يعني حضرتك احيات عيد الميلاد بكنيسه سيده النياح بدمشق، اختيارك لانك تحيي الميلاد بهالمكان قديش له كمان شيء بقلبك؟ هي ثاني مره بالفعل بقدم الميلاد بدمشق وبنفس المطرح بكنيسه سيده النياح بباب شرقي حاره الزيتون. من سنتين كانت بحضور ورعايه البطريرك لحام، وهلأ برعاية أيضا صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي وبمشاركة كورال الزيتون. هالجوقة البيزنطية يلي بالفعل قدموا معي أعمال، يعني عطيوني بالفعل كتير من وقتهم من طاقاتهم، لأنه سوا نقدر نطلع بهالعمل اللي حمل عنوان الميلاد عبر العالم. يعني انتقلنا من إطار شرقي بيزنطي سرياني أرامي لنروح للمودرن أكثر، للكارلز، للجينجل بيرز، جول تو ذا وورلد، القصص المعروفة، للقصص الأوبرا العالمية. فكانت بالفعل متنوعة، ليلة استثنائية حبيت خص فيها الشام هالمرة. وهالمرة يعني حقيقة لأول مرة ما بقدم شيء بلبنان، يعني من أكثر من 15 سنة الميلاد هو محطة سنوية بالنسبة لإلي، بغني فيها كل مرة بفكرة، مرة الميلاد بأكثر من 10 لغات. السنة الماضية كان الميلاد معي بمشاركة 1000 مشترك ومشتركة، كورس من 1000 شخص، وهذا كان الكورس الأكبر في العالم العربي. السنة كانت خاصة لدمشق.
حلو هذا الشيء من حظنا اكيد. خلينا نحكي عن تفاعل الناس معك. يمكن مثل ما بتعرف سوريا ودمشق مرت بفتره شوي هيك لبست الثوب الاسود، ولكن الحمد لله نحن بلشنا هلأ بالبياض وعلى السنة الجديدة. خلينا نقول هيدا سنة الانتصار. كيف لقيت تفاعل العالم مع جابرييل؟ بتعرف هيدا التفاعل ما وقف من أول ما قدمت أمسيات بالشام سابقة. يعني بال2016 قدمت بالأوبرا بمسرح الأوبرا، مسرح الكبير في الأوبرا، أمسية تحت عنوان لكأني الشام. بال2016 أيضا قدمت برعاية وزارة السياحة والثقافة أمسية تحت عنوان سلام إلى حلب بقصر العظم. أكيد الوضع كان بيختلف عن هلأ، لأنه كنا بعز الحرب، بعز الأزمة، بعز الوجع يعني. وبالفعل كنت يعني عم بعيش حالي من المخاطرة. كان لنا معك لقاء بهذاك الوقت. صحيح كان لنا لقاء كمان ميسان معكم، كان الكبير دوريد لحام معنا باللقاء. تحية كتير كبيرة لإله، وهو بالفعل يعني صورة بهية من سورية نحن كلنا بنعتز فيها وقدوة بنعتبره بالنسبة لإلنا بحبه لفنه ولوطنه. فهالمرة بتحس شوي أريح الوضع أريح يعني. هو السوري واللبناني نحن في وجوه مشتركة بيناتنا، إنه رغم يعني فهمانين إنه قدرنا في وجع وفي ظلم وفي حرب وفي دم وفي تهجير، بس كمان نحب الحياة، بس كمان نحن ناس عرفنا نعرف نقوم من بعد ما وقعنا. أمسية قصر العظم هالمرة يعني كانت بالتعاون مع جمعية صدى، وطبعا بدعوة أيضا من وزارة الثقافة، خلال ساعتين نفدت بطاقات أمسية الصوفية. وهيدا شعور بعيشه الفنان يعني، بحسه يعني كتير بيعطيه تشجيع واندفاع لنهار حفلته. يعني لوقت الحفلة في الناس عم بتطالب انه لو وقوف نحن بدنا نفوت نحضر. في ناس اجت واصرت حتى يعني هالاستقبال يلي عشته، هالتقدير يلي تلقيته. الحرارة كانت حوالي 7 درجات بالليل وقت غنينا، والناس بقيت لآخر لحظة من الحفل. هون منعرف قديش الجمهور الدمشقي، وبعتقد الجمهور السوري بشكل عام هو جمهور مثقف، هو جمهور قادر كمان يتلقى القصص يلي فيها البعد اللي أنا بقدمه. فينا نسمع شيء من الشيء اللي قدمته أو بالحفل قصر العظم؟ من اللي قدمته بحفل قصر العظم بلكي رح نقول قطعة من شعر المتنبي الحاني عنوانه أهل العشق. تفضل. وعاهدت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشقه. عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.
نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقينا ولا بقوا فما بقينا ولا بقوا وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. سلام صوتك، شكرا كثير. شكرا كثير. اكيد يمكن في بصوتك حنين ودفى، يمكن العشق مدينة دمشق واضح كان بصوت جبريال عبد النور. شو اللي جذبك لدمشق؟ الهوية قبل كل شيء، يعني المطرح اللي بيصير بلا هوية بيصير مثل انسان بلا اسم بلا عيلة بلا مرجع. المرجع بالنسبة لي اللي بيشدني عطول لأعطي فسحة لروحي تتنفس، لأعطي فسحة لروحي تاخد مداها الأكبر. هيدي قصتي مع هالحارات اللي بعرفهم، حارة حارة، حجر حجر، حيط حيط، شجرة شجرة، ياسمينة ياسمينة، نارنجة نارنجة. يعني هيدا أنا على علاقة وطيدة مع هالمطرح، مع السما، مع سما دمشق، مع ليل دمشق، مع نجوم دمشق. هالحالة بالفعل يلي فيها كتير من الرومانسية وفيها كتير من الوجد بعيشة هون وبعيشة بحلب حقيقة. تمام، في علاقة مع حلب رح نحكي فيها بعد شوي، ولكن بمدينة دمشق كمان حضرتك بتمضي وقت كتير طويل عرفنا. ب 2018 شو أكتر الأنشطة يلي تكللت بنجاح غير الحفلة اللي أقمتها بقصر العدم؟ في كتير أمسيات، كان في سفرات خارج لبنان، كان عنا عشقة التحضير بالشغل الصوفي يلي أنا عم بحضره. من أبرز القصص اللي قدمتها كمان إحياء يوم المساواة العالمي في الأسكوا، في مبنى الأسكوا في بيروت، اختاروني لأنا إحيي هيدا النهار. يعني هيدول القصص إطلالات كلها بهيدا الإطار الرسمي والثقافي. نعم، يعني حكينا عن دمشق وأيضا لحلب الشهباء، شيء في قلب جبريال عبد النور، بدنا نسمع شيء لحلب. مدينة تاريخية من ألبوم الثاني قمر بيروت، حبيت خص حلب بأغنية فكرتي كلمات مشتركة بيني وبين ندى منير عبد النور ألحاني، فعشق إلى حلب. بعد شوي بلكي بخبركن عنه، بس نسمع هالغنية. بدك تغني شي لحلب؟ نعم تفضل. يا مدينة تاريخية كبيرة وبعدك صبية، ملكي تاجك ما بينطال، مهد الحضارة انت، العالم كله نورتي وصرتي منارة أجيال. ترابك يعطر الياسمين، حبك
يا عدو حنين ترابك يا عطر الياسمين حبك يا عدو حنين يا كنز كنوز الجمال بوابك مفتوحة للنور شعبك بالكرم مشهور بوابك مفتوحة للنور شعبك بالكرم مشهور حلب يا مجد وابطال يا قلعة عريقة يا فجر الموسيقى من عمر الزمان كان يصلب مساجد علي حبك مثل النار من قمر بيروت لقمرك تحيي لشعب ما بيموت أرزي لبناني حملتني حب وسلام لزهرة الأحلام والأيام الأرض الكرامي والسلام حملتني السلام أهالي حلب حضرتك قدمت أمسية بكاتدرائية النبي إلياس بحلب مثل ما ذكرنا بالمقدمة تحكي لنا عن هي الأمسية كيف كانت يعني حقيقة هيدي لحظة من اللحظات يلي أنا بعتبرهم بحياتي كانت لحظات استثنائية لأنه أول شيء نحن عم نذكر مطرانين انخطفوا وكانت الذكرى الخامسة لغياب هالمطرانين يلي كل حدا بطايفتهم كانت عند الروم الأرثوذكس أو السارية الأرثوذكس كان الراعي الصالح وكان القدوة وكان أب لطايفته فكانت هيدي الأمسية تحية لألون قدمتها مثل ما ذكرت بكاتدرائية النبي إلياس وكانت بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني وكل رؤساء الكنائس في 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 سوريا أيضا المفتي المحافظ يعني كانت بالفعل رسميا وشعبيا ليلة كتير استثنائية أنا ما بنسى هالناس يلي من قبل ساعتين تواجدوا بهالكاتدرائية وحوالي 1000 شخص يعني كان موجود وأمين للمطارني وأمينين أيضا لإلي بعد عودة من بعد 7 سنين لحلب لمدينتي بالتمني وبالتبني مثل ما الكل بيعرف وأنا كان إلي قبل بحلب 5 أمسيات ما بين 2008 و2011 وهني هالأمسيات حقيقة وتواجدي هناك هو اللي حببني بهالمدينة وإذا أنا رجعت تعلقت بدمشق هو لأنه كانت عم تعوض لي شوي عن غيابي عن حلب يعني كلمة أخيرة منك جبريل من دمشق وأمنية بال 2019 أمنيتك وهيك إن شاء الله يا رب بيعم السلامة كل سوريا وكل شبر بأرض سوريا دمشق حلب وجميع المحافظات السورية تفضل أمنيتي أنه الشعب السوري يتعلم من الشيء اللي صار وأنه يعرف أنه تمسكنا بين بعضنا وهيدا أمر أساسي لنقدر نستمر أنه نرجع نبني مجتمع مرق بظرف صعب بتمنى الأمل
والانتصار يبقى مكلل هالبلد ولبلدي كمان بتمنى له الاستقرار. كمان يعني لبنان كمان عانى كتير وبتمنى انه كمان يعيش عطول نوع من قيامة مثل ما هالقيامة اللي عم بتمنيها انها تضل سوريا هلأ عم بتعيشها ويرجع وكل يعني ياريت كل اللي غادر انه يقدر يرجع وتكون بالفعل بداية جديدة كلها أمل وحب وسلام. إن شاء الله يا رب. كمان نحن بنتمنى لك سنة تكون مليئة بالنجاحات جابرييل، وتضلك منورنا بسوريا بدمشق بحلب وبكل محافظات سوريا. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، وبدنا نشكرك جاك على مرافقتك لنا اليوم بالعزف الجميل. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك.